كاملين مخرجين وممثلين صحافه سعاده الوالي الناس ديال الدوله شكرا وتبارك الله عليكم وارنا شي ترشح مزيان اخرى عاوتاني كاملين تبارك الله فيكم دورة الطش من المهرجان المغاربي الدولي للفيلم بمدينة وجدة للفنانة المصرية. أولا السلام عليكم ناس وجدة وجدة وناسها الطيبون. إدريس الروف محمد مصطفى البان فني خالد سليم مدير المهرجان الدولي المغاربي للسينما. لا شك انكم لاحظتوا الفرحه التي تظهر على محيا الجمهور الذي كان حاضرا بكثافه. وجدة محتاجه الى هذه التظاهرات، محتاجه الى هؤلاء النجوم من جهه، ومحتاجه للانشطه الثقافيه التي ترقي من الذوق وترقي الإنسان الوجدي والإنسان الذي ينتمي إلى جهة الشرق. البرنامج هذا العام هو برنامج متميز وينطلق من واحد الفكرة أننا هناك ورشات، هناك ندوات موجهة لواحد الفئة، خاصة أننا عندنا علاقة الآن، عندنا شراكة كتربطنا مع جامعة محمد الأول، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية، ومع المعهد الفرنسي. نحن في الطريق إلى بناء جيل مثقف، والثقافة هي من سيحمي من مجتمعاتنا من الانزلاق وليس شيئا آخر. وكنت دائما كنبغي نجي، غير الظروف المهنيه والشخصيه ما كتسمحش انني نحضر كثيرا في المهرجانات بصفه عامه. هذا المهرجان عنده واحد الصبغه خاصه، مهرجان يحتفي هو مهرجان سينمائي مغاربي ودولي، وفي نفس الوقت هو يحتفي بثقافه ديال الجهه الشرقيه بالمملكه المغربيه. انا احب هذه الجهه كثيرا، نحب كنبغي المنطقه، كنبغي اللغه ديالها، اللهجه، الاصاله ديال هذه المنطقه، وكنحب الناس ديال وجده بزاف. كنقولها صادقا، ماشي زعما، كنحب هذه الثقافه وسعيد انني نكون في حفل افتتاح ديال هذا المهرجان. اولا الحضور هو متزامن دائما مع وجود وتواجد هذا المهرجان، لان هذا المهرجان اثبت على مر السنوات بانه قادر على استقطاب ضيوف مهمين جدا في العالم السينمائي، سواء مغاربيين او عرب او افارقه او عالميين. ثم ايضا اثبت بانه اختيارات للافلام واختيارات للمواضيع والنقاشات التي تكون على هامش المهرجان مهمه جدا. ايضا حضوري هنا لرئاسه وترأس لجنه الفيلم القصير، باعتبار ان هذا الجنس السينمائي من الافلام مهم جدا، والغايه منه هو ايضا اعطاء الفرصه للشباب في التواجد على مستوى صناعه الفيلم وايضا ابداع الافلام. ايضا هنا لتكريم احد رموز السينما الافريقيه والعالميه عبد الرحمن سيسيكو، اللي هو احد اهم واللي كان لي الشرف انني التقي به مره اخرى، باعتبار اننا التقينا في لجنه التحكيم ايضا بمهرجان مراكش منذ سنوات. وبالتالي فهذه اللقاءات المتواجده هنا بمدينه وجده ولقاءات للسينما، لحضور ايضا اللقاءات والندوات، وايضا لجعل هذا الجمهور المتحمس يحس بان للابداع تواصل مستمر، وان للسينما فعلا زاويه مهمه جدا. هذه الزاويه هي التي تجعل من الابتكار والابداع ان تقرب الجمهور من السينما والسينما من الجمهور. انا فرحان انا حاضر المهرجان. الدوره هذه انا جوج دورات اللي ما حضرتش، مي كنعتبر راسي ولد المهرجان. كتعجبني مدينه وجده، كيعجبوني ناس وجده، ناس متخافه، ناس طيبه، ناس مضيافه، وكتكون راش قريب ملي كنحضر. الحمد لله، يعني كان بزاف المهرجان ما كنكونش فيهم، ولكن بالضبط هذا المهرجان هذا كنجي ليه وكنقول يا ربي انه تفتحوا في هذه صاله السينما، لان الجمهور الوجدي يعني جمهور مثقف وكيعشق السينما. وكنزعلني اخر دليل، وكان عندي الفيلم ديالي انا، ماشي انا اللي دار عام في صاله السينما، وجابوا هذه لو 24 وشفت القاعه وتصور شفت القاعه، زعما استغربت. وكنقول لهم شكرا لكم، شكرا لحبكم، شكرا للفستيفال وجده، تبارك الله عليكم. سعيده بتواجد ديالي في مهرجان وجده، وان شاء الله دوره ناجحه بحال كاع الدورات، وسعيده بتواجد في مهرجانات بلادي لانني كنت غابره مده في مصر في دراسه،
وسعيدة بوجودكم. مجدي الحسيني منتج سينمائي تونسي، أنا سعيد جدا بتواجدي في أصبحت مدينتي، لأنه هذه ثالث ولا رابع مرة نجي لوجدة. هذه المدينة المغاربية الجميلة جدا في هذا المهرجان في دورة 13 اللي أنا فرحان أني متواجد، لأنه عرس مغاربي بامتياز، عرس فن، عرس سينما، ونفتقر إلى مثل هذه التظاهرات في كل عالمنا المغاربي اللي اليوم ولا بأعين دولية، لأنه المهرجان أصبح دولي. وفرحان جدا وكل ما جيني الدعوة إلى مهرجان وجدة الجميل نخلي لي في يدي كل، أنا جاي من دبي عامل 8 سويع ونص فول رحلة باش نكون موجود، لأنه اليوم مهم أن نشوفوا سينما بعضنا، ونشوفوا فناني بعضنا، ونشوفوا قصص بعضنا، لأنه قصصنا تتشابه وواقعنا باختلافه يتشابه، لأن في الأصل نحن شعب واحد، ونمن أنه ونحلم زادة أنه عالم ومنطقة مغاربية تكون مشتركة في أكثر من مهرجان، في إنتاجات مشتركة، في توزيع مشترك، في 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 حاجات اللي أنا راها أكبر برشا من اللي قاعدة صايرة اليوم. فبداية الغاية قطرة، اليوم عندنا مهرجان جميل وقوي، ولكن يجب أن ننسج على هذا المنوال ويكون هذا المهرجان موجود في كل المنطقة المغاربية.